طيب في تفاصيل اكتر عن التمرين واستعدادات الفريق، وهل كولر منح الفريق راحه سلبيه عقب مباراه الهلال السوداني، ولا على طول الشغل كان موجود في ملعب التتش استعدادا لمواجهه المحله يوم الاربعاء؟ نروح مباشره على الهواء مع الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي الموجود حاليا في مقر النادي الاهلي في الجزيره عشان نعرف منه اخر الاخبار. مساء الخير يا فاروق، تحياتي ليك وتحيات زميلي العزيز احمد سمير. برحب بيك يا محمد طبعا، وبرحب بالزميل العزيز احمد سمير، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. محمد، مباراه في غايه الصعوبه، وزي ما انت قلت في كلامك احنا خلاص اغلقنا الملف الافريقي تماما. النادي الاهلي اغلق هذا الملف وفرحه ونشوه الانتصار والصعود الى دور الثمانيه بعد الفوز على الهلال السوداني بثلاثيه نظيفه. مستر مارسيل كولر ما منحش راحه سلبيه، الفريق استأنف تدريباته امس، كان طبعا في تدريب استشفائي للمجموعه اللي شاركت في مباراه الهلال السوداني مع بعض الجوانب الخططيه والبدنيه لبعض اللعيبه اللي ما شاركتش في المباراه. النهارده الفريق طبعا بيستأنف تدريباته واستعداداته لمباراه المحله. خليني اكد يا محمد على صعوبه هذه المباراه، مباراه بتيجي ما بين مباراتين، مباراه صعود الى الدور الثمانيه اللي هي مباراه الهلال السوداني، وبعدها مباراه النهائي امام فريق بيراميدز نهائي كاس مصر. ده يعني تقدر تقول مجمل كلام او حديث مستر مارسيل كولر النهارده مع اللاعبين في المحاضره الفنيه اللي عقدها مع اللاعبين. مستر مارسيل كولر قبل انطلاق المران عقد محاضره فنيه مع اللاعبين، يعني خليني اقول لك ان المحاضره انقسمت الى شقين، شق خاص بالتحضير للفتره القادمه، ويعني اثنى على اللاعبين وشكر اللاعبين طبعا على ادائهم في مباراة الهلال السوداني، وطالب اللاعبين بنسيان مباراة الهلال السوداني وضرورة عدم النظر لمباراة النهائي أمام فريق بيراميدز. قال عندنا مباراة مهمة جدا، هي مباراة المحلة، مباراة من المواجهة من المواجهات الصعبة جدا، مش عايزين احنا أي حديث عن مباراة بيراميدز مباراة نهائي كأس مصر، كل حديثنا بينصب حاليا على مباراة المحلة وضرورة تحقيق الانتصار طبعا، وضرورة استغلال هذه المواجهات طبعا. النادي الأهلي أو مستر مارسيل كولر يا محمد وأحمد طبعا هدفه ان يحسم الدوري بدري بهذه هذا الموسم، ثم طبعا بعد هذا المقدمه او الامر اللي اتكلم فيه مستر مارسيل كولر عرض طبعا بعض الجوانب الخططيه والفنيه الخاصه بفريق المحله اللي اشاد واثنى على ادائه طبعا المستر مارسيل كولر، وبعض الامور التكتيكيه اللي طالبها من اللاعبين. وطبعا هو اتفرج على مجموعه من مباريات فريق المحله في الفتره الاخيره وطلب اللاعبين طبعا يعني انه ينفذ اللعيبه تنفذ هذه الامور طبعا التدريب اللي النهارده، وده اللي هيطبقه ان شاء الله في المباراه امام المحله. طبعا مباراه الجوله الثالثه والعشرين لا تكون على استاد القاهره في تمام الساعه 9:15. ثم طبعا انطلق المران، عايز اقول لك يا محمد النهارده طبعا حاله يعني تقدر تقول حاله الفرحه والنشوه اللي عند اللاعبين، خلاص الجميع دلوقتي بيركز في مباراه المحله. الفرحه يعني فرحه الصعود، ولكن خلاص خدت وقتها وانتهت. انت عارف يا محمد بنقفل صفحه او بنقفل ملف يا احمد، بنبدا في مباراه جديده. عايز اقول لك ان النهارده محمود متولي بينضم للتدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي، والاول مره من فتره طويله النادي الاهلي طبعا باستثناء اكرم توفيق وكريم فؤاد، النادي الاهلي ما شاء الله الحمد لله خالي من الاصابات. النهارده محمود متولي بيشارك في التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي، واصبح من الناحيه الطبيه جاهز لهذه المباراه طبعا، من طبقا لي يعني زي ما قال لنا الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي. النهارده مستر مارسيل كولر بيديله المران الجماعي بالكامل. عايز اقول لك ايضا بعض الامور اللي يعني اللي احنا لمسناها من اللاعبين في تركيز شديد جدا على مباراه المحله، يعني مباراه المحله اللعيبه كلها مركزه، في روح ما بين اللاعبين. عايز اقول لك يا محمد برضو زميلي احمد ان اللعيبه الشباب اللي موجوده ايضا سواء يعني كريم الدبيس او محمد اشرف او رافت خليل او محمد كريستو اللي شايفه يعني في هذه التدريبات، يعني تقدر تقول في جلسه كده بسيطه شفتها مع مستر مارسيل كولر مع محمد كريستو واحد من اللعيبه ايضا والمواهب، وايضا احمد القندوسي، تقدر تقول الاجواء داخل ملعب مختار التتش في الوقت اللي انا بكلمك فيه تدريب النادي الاهلي بيجرى على ملعب مختار التتش، الاجواء اكثر من رائعه. نتمنى طبعا استمرار حاله يعني الجديه والحماس اللي فيها لعيبه النادي الاهلي تترجم ان شاء الله في مباراه المحله القادمه ان شاء الله، وفريق النادي الاهلي يحقق 3 نقاط في هذه المباراه. عايز اكلمك شويه على كريستو وعلى برونو سافيو، بما انك انت تابعت الجزء الاول من التمرين يا فاروق، تقول لي على مدى جاهزيتهم حالتهم الفنيه، ايه اللي شفته بينهم في التمرين؟
زميلي احمد، يعني النقطه مهمه جدا، يعني انا هتكلم على برونو سافيو، اتكلم على كريستو، اتكلم ايضا على ايمن اشرف. يعني الروح والحماس بالنسبه للعيبه اللي ما بتشاركش خلال الفتره الاخيره، لكن وجودهم وتاثيرهم وروحهم الكبيره جدا اعتقد دي بتبقى سر النادي الاهلي. ايمن اشرف تشوفه كل تدريب كل تمرين، اكن ايمن اشرف كان لسه لعيب طالع من الملعب او المباراه الاخيره. الروح موجوده، الحماس، كل اللعيبه بتادب اكثر، يعني كل الطاقه كل الحماس اللي موجود عند اللاعبين. شوف ايمن اشرف دوره كواحد من كباتن الفريق، الحماس اللي موجود عند ايمن اشرف، الشخصيه بتاعت ايمن اشرف هي شخصيه النادي الاهلي. برونو سافيو يعني شفته في يعني قبل انطلاق المران في يعني كان مع المترجم الخاص ببرونو سافيو مع اللاعبين. برونو سافيو خلاص بقى الكلمات العربي او الكلمات المصريه اللي بقى يتكلم فيها، وبقى يعني بعض الكلمات اللي احنا متعودين عليها بقى في رمضان بدا ان هو بيتكلم فيها مع اللاعبين ايضا. يعني مستر مارسيل كولر بيتكلم معاه. كريستو اللي شايف حالة حماس شديدة جدا عند كريستو، محمد كريستو واحد من اللعيبة اللي شايف جدية تركيز. طبعا انت عارف دايما كريستو واحاديثه طبعا مع رأفت خليل الاثنين نفس المرحلة السنية، وكانوا بيشاركوا في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة أيضا مع علي معلول. لا التركيز اللي أنا شايفه عند اللاعبين، الحماس، أعتقد دي بتبقى سر النادي الأهلي، وهي دي الروح اللي بنشوفها سواء من اللعيبة الجداد أو اللعيبة اللي ما بتشاركش بصفة مستمرة. أيضا شادي حسين، يعني انا كلامي يا احمد دايما على اللعيبه اللي ما بتشاركش بصفه مستمره، وده اللي بننقله للاعبين روحهم، واعتقد يعني روحهم الموجوده مع اللاعبين اللي لعب زي اللي ما لعبش، اعتقد دي الروح المهمه جدا اللي بتميز النادي الاهلي وبتميز اي لاعب يرتدي قميص النادي الاهلي. طيب فاروق، اكيد ضغط المباريات والفتره الجايه، كنا لسه بتكلم انا واحمد في مساله توقيت المباريات حتى نهايه شهر ابريل، اعتقد بدون ذكر اسماء ممكن يكون في راحه لعدد من اللعيبه اللي شاركت كانت بشكل اساسي في اخر مباريات دوري ابطال افريقيا واخرها مباراه الهلال، ان هي ممكن ما يدفعش بيها مارسيل كولر في مباراه غزل المحله، ده امر وارد ولا الامور شايفها ازاي؟ يعني أأكد لك هذا الأمر يا محمد، خلينا نتفق طبعًا إن مستر مارسيل كولر واحد من المدربين اللي بيجيد عملية الروتيشن والتدوير ما بين اللاعبين، الأمر ده أنا بأكده لك إن شاء الله، أكيد هيبقى فيه تغييرات طبعًا عن المباراة الأخيرة مباراة الهلال السوداني، وما تنساش برضو إن أنت عندك مباراة البيراميدز أو مباراة نهائي كأس مصر، طبعًا مستر مارسيل كولر ما تطرقش في أي حديث خاص بهذه المباراة، ولكن ترتيباته والروتيشن اللي بيعمله أكيد هيضع في الحسبان طبعًا مباراة فريق بيراميدز نهائي كأس مصر. أكيد من الممكن يكون في تبديلات تغييرات في تشكيلة النادي الأهلي طبعا لمباراة المحلة، ولكن في نفس الأمر أكيد مش هيبقى التغيير يعني تقدر تقول بعدد كبير جدا، هيبقى بعض ممكن محمد بتتكلم في أربع خمس أسماء أو يعني أربع خمس أسماء ممكن، ولكن تقدر تتكلم إن القوام الأساسي بتاع الفريق طبعا مستر مارسيل كولر بيحافظ على القوام الأساسي، ولكن مهم جدا إن نعمل الروتيشن خاصة بعد ماتش الهلال السوداني، وخاصة طبعا أنت بتتكلم في عودة محمود متولي، عوده ياسر ابراهيم مع طبعا وجود رامي ربيعه مع محمد عبد المنعم، ايضا بنتكلم على القندوسي بيظهر بشكل مميز مع حمدي فتحي مع السوليه مع اليو ديانج، طبعا مع مروان عطيه اللي بيعيش حاله يعني الاداء واداء اكثر من رائع من مروان عطيه، ايضا خالد عبد الفتاح مع محمد داني. اعتقد يا محمد ممكن يبقى في عناصر بالفعل يبقى في تغييرات في المباراه القادمه للنادي الاهلي امام فريق غزل المحله. مش عارف فاروق، هل ممكن تكون يعني بالتاكيد طبعا تمرينه النهارده كل التدريبات بتاعت النادي الاهلي بيبقى فيه شغل من مستر مارسيل كولر على النواحي البدنيه والنواحي التكتيكيه، لكن هل لاحظت انه بيشتغل او بيدي يعني تدريبات منفرده لبعض الاسماء او بعض اللاعبين داخل الفريق؟ يعني خليني اقول لك يا احمد ان النقطه دي مهمه جدا، ان مستر مارسيل كولر دايما في نهايه التدريب بيبقى في بعض التدريبات التخصصيه شويه لبعض اللاعبين سواء في الكرات الثابته او الكرات العرضيه، اعتقد دي من الامور المهمه جدا اللي احنا لمسناها في الفتره الاخيره بالفعل، يعني ودي نقطه مهمه جدا يعني ما اتكلمناش فيها قبل كده، ولكن هي مستر مارسيل كولر دايما في الفتره الاخيره. وتقدر تتكلم كمان يا احمد ان مده التدريب في النادي الاهلي بدات تطول، يعني بيدي وقت اكتر مستر مارسيل كولر للفترة الأخيرة، وأعتقد يا أحمد أنا لاحظت هذا الأمر أو لمست هذا الأمر من يعني أثناء تواجدنا في جنوب إفريقيا، فترة المسافة الزمنية اللي كانت ما بين مباراة صن داونز والقطن الكاميروني، ومستر مارسيل كولر بدأ يفرد وقت أكتر كمان لهذه الأمور، بيبقى في جانب من التدريبات التخصصية مع نهاية المران، يعني بيبقى في جزء خاص باللاعبين اللي بتسدد الكرات الثابتة سواء حسين الشحاب بنشوف
شوف حسين مع علي معلول مع قفشه مع بيرستاو مع ايضا القندوسي اللي بيظهر في هذا الامر، الكرات العرضيه وكيفيه استغلال هذه الامور. فالجوانب التخصصيه دي مستر مارسيل كولر بيشتغل عليها بشكل مميز جدا جدا مع كافه اللاعبين. اكيد. طيب فاروق، طبعا يمكن من سوء الحظ ان في توقيت مباراه الاهلي والمحله هتكون مراسم قرعه دوري ابطال افريقيا، ويمكن الغريب شويه ان القرعه بتتلعب في توقيت يا احمد، يعني بص، مباراه الاهلي والمحله، ديربي الرجاء والوداد، مباراه للترجي في الدوري التونسي، كل ده في نفس يوم الاربعاء، يعني حتى القرعه هتلاقي المفروض فيه ثلاث يعني مسؤولين من كل نادي. أيوه. هتلاقي اكبر الانديه الاهلي والترجي والوداد مش موجود، مشغولين في مشغولين بمبارياتهم. أيوه. اكيد يا فاروق هيكون الكابتن سامر عادل، لان الكابتن سيد هيكون مع الفريق في المعسكر وفي المباراه باذن الله. بالفعل يا محمد، ده يبقى الكابتن سمير عدلي، وهيكون احد يعني الاداريين سواء الكابتن وائل محمد او الكابتن رأفت هيكونوا موجودين طبعا في مراسم هذه القرعه. ويعني نظر حديث ما بيني وما بين بعض اللاعبين الكابتن سيد، يعني انت عارف يا محمد خلاص انت الامر بالنسبه لك الوداد الترجي الرجاء، عايز اقول لك ان اي فرد داخل النادي الاهلي بتساله قال لك مش فارق هلاعب لاعب مين، خلاص انا هدف البطوله، مش هيفرق معايا الترجي من الرجاء من الوداد. لو بنسال احنا كجماهير، عندك مجموعه من الجماهير ممكن تفضل الترجي او تفضل الرجاء او الوداد، ولكن خليني اقول لك ان الجهاز الفني او اللاعبين الجميع كله مركز ان انا هدفي كاس البطوله، فبالتالي يعني لو ما قابلتش الرجاء دلوقتي او الوداد انا كده كده ان شاء الله هدف ان انا هقابله في الادوار القادمه. اذا فبالتالي النادي الاهلي، وانت تلاحظ كمان يا احمد او يا محمد ان النادي الاهلي في الفتره الاخيره اعتقد يعني بصعوده بيبقى المركز الثاني للمجموعه دايما بيواجه اوائل المجموعات، وان النادي الاهلي يعني دايما كل الفرق في اصحاب المركز الاول في المجموعات هي اللي بتخشى النادي الاهلي وبتخاف من مواجهه النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا صاحب المركز الثاني في المجموعه، ولكن النادي الاهلي لا يهاب ولا يخشى اي فرقه من الفرق سواء الرجاء الترجي الوداد. تركيز لعيبه النادي الاهلي يعني الامور تختلف تماما مع الصعود لدور الثمانيه، شخصيه النادي الاهلي بقى وشخصيه البطل بتبدا بقى بتظهر من تعرف يا احمد ومحمد طبعا في الادوار الاقصائيه، فبالتالي النادي الاهلي مش فارق معاه ايا كان الرجاء الترجي الوداد. صحيح، بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح من داخل النادي الاهلي في الجزيره. دي كانت اخبار تمرينه النادي الاهلي.